أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نشر الحساب الرسمي للأمم المتحدة على تويتر تغريدة أشار فيها إلى الكسوة، أي ستار الكعبة، وهي الهدية التي أهدتها السعودية للمنظمة الأممية. وأرفقت التغريدة بفيديو لمندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، وهو يتحدث عن قصتها. نتابع ما القصة. هذا الجزء من الكسوة الذي يغطي باب الكعبة ويغطي الجزء الشمالي منها تم إهداؤه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز في عام 1983 إلى الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الوقت هو يحتل هذا المكان الفارس في صالات الأمم المتحدة. في عام 2014 أثناء تجديد المبنى الشامل للأمم المتحدة أنزلت هذه الكسوة ونقلت إلى المملكة العربية السعودية، وتم تجديدها وتنشيطها وتنظيفها وإعادة إبراز ملامحها، وأعيدت مرة أخرى وأعيد نصبها في الموقع نفسه في عام 2015 في حفل حضره السيد بان كي مون. نشر الحساب الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة تغريدة أكد في هذه التغريدة تطبيق السعودية نظام الترصد للإنذار المبكر بالأمراض، وذلك استعدادا لموسم الحج هذا العام، وهو ما أكده وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، موضحا وجود تعاون مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة الدول التي توجد بها أوبئة بشكل مسبق، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة وبائية حتى الآن في حاجة هذا العام. ومع وزارة الصحة السعودية نبقى، حيث نشر الحساب الرسمي للوزارة على تويتر صورة لأول طفل ولد في مستشفيات عرفة. ووفقا لوسائل إعلام سعودية أطلق على هذا الولد الأردني اسم وضاح نسبة إلى مدير مستشفى جبل الرحمة لما وجده منه من حفاوة واهتمام. نشاط وزارة الصحة السعودية في حج هذا العام على تويتر نشاط لافت إذن مشاهدينا، حيث تقوم الوزارة بنشر فيديوهات وصور توعوية لبقاية الحجاج من ضربات الشمس، وكذلك أيضا تنشر نصائح عند الذبح الأضحية، وذلك عبر هاشتاج حج بصحة. لتفاصيل أكثر عن نظام الترصد للإنذار المبكر بالأمراض وجهود وزارة الصحة الوقائية في موسم حج هذا العام، ينضم إلينا من مشعر منى وكيل الوزارة المساعد للصحة والوقائية الدكتور عبدالله عسيري. يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله الله يبلغكم بنجاح هذا الموسم بشكل أكبر وأكبر. ما اللي ما فهمته أبغى تفسير أكثر وبشكل مبسط، يعني إيش هو الرصد المبكر؟ إيش اللي تقصدوا فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة. الحقيقة الحج هو أكبر حشد بشري سنوي في العالم، ولا شك أن مثل هذه الحشود قد تواجه أخطار من الأمراض المعدية عندما يفد الحجاج من دول قد تكون لديها أمراض وبائية. لذلك نحن نعتمد على الرصد المستمر لهذه الأمراض، ولدينا قائمة من الأمراض المستهدفة بالرصد الوبائي تحدث كل سنة على حسب الوضع الوبائي الذي يردنا من منظمة الصحة العالمية. في هذا العام نظرا لوجود عدد كبير من الأوبئة في عدد من الدول التي يفد منها الحجاج، ارتأينا أن ننتقل إلى المرحلة الثانية من الرصد، وهي عبارة عن الرصد الآني للأمراض التي قد تكون وبائية أو معدية، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث يوجد هناك نظام يستطيع استخلاص المعلومات من ملفات المرضى، وأيضا من معلومات المختبرات، وأيضا من حتى من المعلومات من البعثات الطبية، ليستطيع أن يرسم صورة للوضع الوبائي، وبالتالي ينبه مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة على وجود أي أنماط غير معهودة للأمراض. طبعا الأمراض التي ركزنا عليها هذه السنة هي الحميات النزفية، نظرا لوجود بعض الدول التي فيها تفشيات لمرض الإبولا. إيش هي الدول اللي أكثر أفريقية معروفة؟ يعني هي طبعا الدولة التي فيها النشاط الآن هي دولة الكونغو الديمقراطية، هناك الدول المجاورة لها أيضا في هناك نشاط أو قد تخوف من وجود نشاط الإيبولا. جميع الحجاج الذين يفدون من هذه الدول يتم تسجيلهم وتسجيل أماكن إقامتهم ومتابعتهم من قبل فرق الصحة العامة،
طوال فترة الحج، وإلى الآن ولله الحمد لم تسجل أي حالة اشتباه للإيبولا ولا لغيره من الأمراض الوبائية. طيب دكتور عبد الله، يعني شفنا برضو أن من مجرد وصول الحجاج على المطار كنتوا تعطوهم الجرعات الوقائية أو حتى التطعيمات اللازمة، فكيف كان تعاون الحجاج معكم وتقبلهم لهذه الرسائل التوعوية اللي أنتوا توجهونها بشكل مستمر؟ الحقيقة التعاون يفوق الوصف. طبعا هناك ما يسمى بالاشتراطات الصحية التي تصدرها حكومة المملكة العربية السعودية قبل الحج بشهر أو شهرين، وتوزع عبر سفارات خادم الحرمين إلى جميع الدول التي يفد منها حجاج. هناك تطعيمات مطلوبة من جميع الحجاج، وهي تطعيمات الحمى الشوكية، وهناك تطعيمات محددة بدول معينة مثل تطعيم الحمى الصفراء، وأيضا تطعيمات شلل للأطفال. لا نكتفي بذلك، ولكن عند منافذ الدخول التي هي 11 منفذ للمملكة العربية السعودية يتم التأكد من وجود ما يثبت التطعيم، وفي حال عدم وجود ما يثبت التطعيم يتم إعطاء الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول. أيضا كان من اللافت جدا وما نقدر نغفله صراحة دكتور عبد الله، هي جهود المتطوعين وأيضا المتطوعات اللي شاركوا هذه السنة، لهم صور جدا كبيرة ولهم حفاوة بمهنيتهم العالية، فأنتوا كيف جهزتوهم وإيش هي المحفزات اللي راح تفيدهم مشاركتهم بالحج؟ نعم، الحقيقة مشاركة المتطوعين في هذا الحج كانت الأبرز عبر مواسم الحج في السنوات الماضية، وطبعا العملية بدأت بوقت طويل قبل الحج عن طريق تحديد المتطوعين وأيضا مشاركتهم المعلومات الصحية التي يجب أن يعرفوها عن الحج. معظمهم من العاملين في القطاع الصحي أو من خريجي كليات الطب والكليات الصحية، فكان من السهل جدا تدريبهم والتنسيق معهم. طبعا الجامعات لعبت دور كبير، الجمعيات الخيرية لعبت دور كبير، والجميع الحقيقة يعني كان له دور فعال في إخراج هذا العمل، وإن شاء الله أن يكون عمل مستمر. وشك أن جميع المواطنين والمقيمين المملكة العربية السعودية يتمنون أن يجدوا الفرصة لخدمة الحجاج، ولا شك أن العمل الصحي هو من أهم روافد العمل التطوعي. صحيح، قواكم الله وشكر الله سعيكم. كان معنا من مشعر منى وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، شكراً.